يدونا قوه. ده طبعا. ماتش الزمالك يعني، ده انتوا مع التقنيات الجديده دي انتوا اتحسنتوا جدا، ومع طبعا. شغل كابتن محمد سليمان طبعا طبعا. طيب خلينا ناخد طبعا رجل من الرجال اللي هم كان لهم دور كبير جدا في نجاح هذه البطولات، ومش كده بس، وكمان عينه في كل حته ومركز مع كل واحد جوه النادي. معايا كابتن رؤوف عبد القادر مدير نشاط الرياضي. اهلا بيك يا كابتن. مساء الخير يا كابتن هيثم. اهلا بحضرتك، منور شاشه قناه النادي الاهلي. ده انت اللي منور، ومعاك ضيوفك كابتن محمد عبد الوارث وبكار. سلام كبير قوي ليهم يعني، والف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن، وهم بيقولوا لحضرتك الف مبروك. بس انا عايز اسال حضرتك سؤال، نمت ولا لسه يا كابتن؟ فين الكلام ده؟ يعني ما فيش نوم؟ خلاص خصمت النوم، خصمت النوم يا كابتن؟ لا احنا على طول عندنا 100,000 حاجه دلوقتي، انت عارف بقى موسم التحضير للموسم الجديد والتعاقدات يعني ربنا معانا بقى. طب كابتن يعني ما يعني كده قبل ما نخش طبعا في البطولات، وابارك لك وهنيك على التنظيم الجيد ومجهود حضرتك المشرف، يعني اخبار التعاقدات في العاب الصالات ايه؟ يعني الدنيا ماشيه كويس ولا ايه؟ انا مش عايز اعرف اخبار بس، ايه يعني طمني، قول لي لا تمام. يعني المواضيع في ايد ابينا. بس هو ده المهم. على فكره يا كابتن رؤوف، ما انا مين اللي مضاني في النادي الاهلي؟ انا بس انا اضحك بس ده يعني ما ننساش طبعا اللحظات الجميله دي. بس يعني بسم الله ما شاء الله عليك، يعني انت من احسن الصفقات، وانك انت راجل عقلاني جدا. انا بحب تمام لما بتكلم في الحاجات دي اللغه بتبقى واحده، يعني ما خدناش وقت كتير مع بعض، لانك يعني انت راجل يعني كنت مكسب كبير للنادي الاهلي، وربنا يكرمك يعني. ربنا يخليك يا كابتن. وانا عايز اقول لحضرتك ان انت مفوق جيد جدا على فكره، وحتى ليك رؤيه مش بس في الكره الطائره اللي حضرتك بتنتمي ليها، ولكن في كل الالعاب. يعني في الباسكت ليك رؤيه، وفي اليد ليك رؤيه، يعني حتى بتقول لا ده ينفع يلبس قميص النادي الاهلي، لا ده ما ينفعش. فالحقيقه ليك دور كبير جدا يا كابتن رؤوف، وده اللي احنا عارفينه عن حضرتك. بس انا عايز اشكي لك شكوى صغيره كده. اتفضل يا كابتن. السوق ولع يا كابتن. طبعا يا كابتن، الدولار بقى بكام يا كابتن؟ لا والله بجد يعني طبعا دلوقتي يعني كذا نادي وانديه كثيره داخله في السوق، والعمليه بقت متعبه جدا يا كابتن. طبعا يا كابتن طبعا. وخلي بال حضرتك ما بقتش بدايه ايامكم كده. طبعا. بس لا ارجع واقول لحضرتك الاهلي قدها ودود. يلا باذن الله، زي ما بقول لك هو قدها ودود. مجلس الاداره باذن الله يعني اي حد باذن الله الفرقه محتاجاه. احنا لينا اسلوب معين ان احنا بنتابع من المديرين الفنيين، نشوف طلباتهم ايه وتقاريرهم بالنسبه للعيبه الموجوده وايه المركز اللي هي الشغره، وبعد كده بنمشي وفقا لراي الفنيين. فاحنا دلوقتي جمعنا اراء الفنيين كلهم بتوع الالعاب، وبنجدد للناس اللي هم اولادنا اللي موجودين في الفرق، وابتدينا نشوف ايه طلباتهم بالنسبة للفرق اللي خارج النادي. ويعني احنا ماشيين حوالي مثلا 70% او 80% من المشوار لغاية دلوقتي. طب الحمد لله يا كابتن طمنتنا. وخليني اسألك برضو يا كابتن، يعني امبارح في انباء يعني مش عارفين صحتها ايه، وهل هي يعني خدها بمحمل الجد، حته استضافه بطوله افريقيا للابطال لكره اليد. يعني سمعنا تصريح من كابتن خالد العوضي، سمعنا تصريح من منظم من ناس في ضيوفنا كانوا افارقه على شاشه قناه النادي الاهلي. صحه الموضوع ده ايه يا كابتن؟ يعني الحقيقه الموضوع اتطرح الحقيقه، ويعني الناس الحمد لله مش عايزين نقول ان هم ايه مقهورين في التنظيم، وحصل حوار يعني يعني ان احنا طبعا هنستضيف كاس العالم، قالوا ان دعم من الاتحاد الافريقي لمصر لهذا الملف، نعمله كانه بطولات كثيره داخل مصر، يعني زي ما تقول تسخين لبطوله العالم. ف يعني اتكلمنا، فهيحصل بقى مكاتبات رسميه وبين الاتحاد الافريقي باذن الله. يعني في نيه يا كابتن، في نيه لاستضافتها ان شاء الله. يعني احنا بنرحب كنادي يعني الاهلي كاي بطولات افريقيه او عربيه بعد الرجوع طبعا لمجلس الاداره. وباذن الله يعني خير كده، ويوافق الاتحاد الافريقي على التنظيم باذن الله. وحقيقه يا كابتن وانتم قدها ودود، يعني ان شاء الله التنظيم اذا كان خمس بطولات افريقيا في شهر ونص، فاذا النادي الاهلي يقدر، وحضرتك قايل كده في تصريحك اللي احنا قلناه في بدايه الحلقه. طب خلينا اقول تاني حاجه يا كابتن، يعني كلمنا عن قطاع الناشئين بقى في النادي، لان ده قطاعات مهمه جدا. يعني انت عندك في كل الالعاب، سباحه، جمباز، سله، طايره،
قطاع الناشئين ايه الاخبار؟ هل في تطوير ناوي حضرتك تعمله؟ هل في رؤيه معينه حضرتك عايز تعملها مع الناشئين في كل الالعاب؟ يعني الحقيقه انا عايز اقول لك برضه ان النادي الاهلي يمتلك يعني مجموعه من خبراء كل لعبه ومدربين على اعلى مستوى. يعني لازم اقول ان انا حلقه بكمل الحلقات اللي قبليه. اوريدي يعني الناشئين في النادي الاهلي بخير، وبالدليل ان النتائج لو عملنا حصر، احنا بنعمل حصر دلوقتي للنتائج الحاليه. مش عايز اقول لحضرتك ان مثلا بنسبه 90% او 80% من قطاع الناشئين في كل الالعاب. ما شاء الله. يعني لسه بطوله السباحه امبارح كسبان 18 20. ما شاء الله. يعني ايه 18 20؟ يعني هم 20 بطوله مراحل، احنا كسبنا 18 مرحله، يعني طلعنا تاني في مرحلتين بس. ما شاء الله. ده لسه حاجه طازه يعني اللي هي امبارح بالليل. لا ما احنا قلنا الخبر ده يا كابتن في بدايه الحلقه، قلنا 18 من 20 يا كابتن، وقلنا خبر برضو تجديد لابراهيم الجمال 4 مواسم. وحتى انا قلت 4 مواسم دي بتاع الكابتن رؤوف، كابتن رؤوف بيحب موسم ولا اتنين يجدد اللعيبه 4 مواسم عشان يريح يعني كل الاطراف ترتاح. قسم كده يا كابتن. صحيح. ما هو واقول لحضرتك كابتن، ال4 سنين دي هي الصح، يعني حته ان انا اجدد لعيب سنه او اتنين وبعد كده ارجع افاوضه تاني بيبقى الموضوع مجهد للنادي. يعني لو في نفس الطرف، يعني هو راحه للطرفين واستقرار للاعب ايضا، استقرار كمان. يعني احنا يعني كابتن هيثم، انا عايز افكرك. اتفضل. جيت مضيت على البياض وجبت العقد ومشيت. الكلام ده طبعا مضيت. ده انا يا كابتن، انا اقول لحضرتك ده انا جيت مضيت على بياض من غير ما اقرا العقد. طيب ده اللي انا بقوله لك، يعني حتى اللي بيمضي 4 سنين وجا في وقت من الاوقات له رغبه ان هو يمشي، او شايف فرصه او جات له فرصه لاحتراف بره او في الخارج او حاجه، احنا ما بنقعدش. صحيح. اي حد خالص بالمره. واشهد على ده. عشان كده اللعيب اللي بيبقى مطمن ان هو يعني لما بيمضي 4 يعني للطرفين هو بيبقى خلاص محدد كل حاجه، واحنا نقدر بنفكر في الخطه المستقبليه ايه المراكز الشاغره في اماكن ثانيه. يعني هو الحمد لله يعني ربنا يسهل كده ونقدر بدايه الموسم الجديد كل الفرق تستمر في النجاحات اللي اتحققت السنه دي، ونشوف اي ديفوهات حصلت او اي حاجه نحاول ان احنا نصلحها. ومن هنا برضو يعني احنا اتكلمنا على كل حاجه يا كابتن، وما اتكلمناش على الابطال اللي عندك اللي مشرفينا في الاستوديو. يعني انا ببارك لهم، و ويعني عارضين حقيقه في السيمي فاينل والفاينل، يعني كل خبراء اللعبه بكل ما يعني اداء مميز جدا وروح مميزه جدا. فيعني انا بشكر الجهاز الفني بقياده الكابتن يعني المخضرم عاصم حماد والاجهزه الفنيه بتاعته الطبيه والاداريه ومجموعه اللعيبه اللي بسم الله ما شاء الله اي تغييرات بتتم. بحس ان ال يعني احنا عندنا 15 واحد 16 واحد، اي واحد بينزل صحيح بينزل على المستوى، وده يمكن سر نجاح ان في توليفه معينه. بسم الله ما شاء الله كل مركز فيه اكتر من لاعب ممتاز، واعتقد دول احسن مجموعه من مصر وربنا يكرمنا. وانا جاي لهم كده يوم السبت باذن الله كده يوم ماتش سبورتنج في الاسماعيليه، ومستني بقى يعزموني على عزوم السمك كده ولا حاجه هناك. ان شاء الله يا كابتن باذن الله، وان شاء الله توعدني بقى على الهواء كده تكون ضيفي في حلقه من الحلقات عشان نتكلم بقى كده ونفتح الملفات كلها مع بعض يا كابتن رؤوف. باذن الله. ان شاء الله. والف مبروك. الله يبارك في حضرتك كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. شكرا جزيلا لحضرتك، يعني كل التوفيق ليك وكل التوفيق للطاقم اللي شغال معاك ان شاء الله لرفعه اسم النادي الاهلي في كل الالعاب. ارجع لضيوفي يعني شوف حتى